وسط هدوء تام وتوقف للحركة في مختلف المناطق البحرانية، تعالت صيحات التكبير من على أسطح المنازل، وبدأ الظلام الدامس يخيم على جميع البلدات والمدن البحرانية تنفيذا لأولى خطوات العصيان المدني الشامل. وقد شهدت المناطق البحرانية حراكا غير مسبوق منذ الصباح الباكر اليوم الخميس 13 من فبراير من عام 2014 وسط انتشار كثيف لقوات أمن النظام. تمكن الثوار من السيطرة على أهم شوارع القرى والبلدات في مواجهات أخذت طابع الفر والكر، مستنزفين طاقات القوات التي كانت تضطر إلى الانسحاب والتقهقر أمام الغضب الشعبي حسب ما أظهرت مقاطع فيديو. كما أغلقت المتاجر والمحلات والأسواق التجارية أبوابها، فيما سيطر الثوار على عدة مبان حكومية برفع أعلام الائتلاف ورايات الدفاع المقدس كما يسميها الثوار. في المقابل انتشرت عناصر من قوات أمن النظام على محيط البلدات وداخلها، وقد أكد شهود عيان محاولة القوات دهس المتظاهرين بالمركبات في وقت تواترت فيه أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين في بعض المناطق واعتقال شخص في بلدة النويدرات. وكانت العاصمة المنامة من ضمن المناطق التي خرجت فيها تظاهرات شعبية رغم التواجد الكثيف لعناصر قوات النظام. وفي العاصمة أيضا أظهر مقطع فيديو سيارة وهي تنفجر وسط الحي التجاري من دون وقوع أي إصابات. وقد أعلنت حركة تسمى سرايا المقاومة الشعبية مسؤوليتها عن العملية.